الجوكر وحراري والجماعة الوعرة يا وصباح وعرة يا الليلة وعرة والهربة وعرة قال وعرة يا وعرة كتجي ضربة وعرة بدأت وكملت وعرة مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوعرة. الحلقة تاع اليوم مميزة ومختلفة على كامل الحلقات اللي شفتوهم من قبل. الحلقة هذه ليكيب كامل تاع الوعرة خدمت وتعبت غير على جالها. هذه أهم حلقة في الوعرة لازم تشوفوها. راح نكتشفوا مع بعض وش هو سر برنامج الوعرة. برنامج الوعره ماشي كاميرا كاشي. هي الناس كي تشوف مع الاول تقول لك الوعره هذه كاميرا كاشي وما احنا كنا نقولوا كاميرا كاشي، مي هي اون فان كونت تمثيليه، يعني الفنانين كامل على بالهم واش كانوا يمثلوا وعطينا لهم لي سيناريو تاعهم، خدمنا كل حلقه درنا لها السيناريو تاعها. ندخلوا منا من الباب زعما هذه هي الباب تاع الاستوديو مثلا برا، ندخلوا نورمال نطلعوا زعما انا وياك راك تغني لي اغنيه تاع جينيريك تاع ايماجيني زعما انا في الليل هذا ما نشرو بلي في الليل قول لي بابا قول لي انت جامي قول لي كنا عمي دايما راك نتايا في الليل اروع يتعرف خوك داني ايه جاد من مية تامس طب نطلعو ندخلو هنا. كتبنا السيناريو والحوار باش الفنانين تاعنا يقدروا يمثلوا الادوار تاعهم. عجبتهم بزاف الفكره باسكو كانت فرصه باش يردوا الاعتبار لكامل هاد السنين اللي هانوهم فيهم في الكاميرا كاشي. الوعره هي برنامج كونتر الكاميرا كاشي كونتر لي كاميرا كاشي اللي هينو ويسيئوا للفنان. لي كاميرا كاشي اللي يحبطون قيمة الفنان، لي كاميرا كاشي اللي يخلعوا الفنان حتى يمرض كاش مرض بعيد الشر، لي كاميرا كاشي اللي يقلقوا الفنان حتى يقول كلام ماشي مليح ويديروا له بيب. كاين ميم دي كاميرا كاشي كان فيهم بزاف العنف. حنا ليكيب تاع الوعرة أنا كونتر هاد لي كاميرا كاشي. كيما قال تريم وكيما قال شمسو صح ماشي شرط دير كاميرا كاشي باش تخلع الناس سي كون ميزون سان ما فيها ني خلايا يعني ريسك بعيد الشر على خويا وربي يحفظكم ان شاء الله ويخليكم جوزنا اماما اكسترا اوردينير ضحكنا بزاف في لي كوليس اي بي اون انا مار دو كل مره يبيجي ولا يبيجي ولا ماشي شرط لي كاميرا كاشي يكونوا معنفين ولا غير باش تضحكوا درنا لكم ميزون سان وضحكتوا اكيد انكم ضحكتوا وحنا كنا قاعدين نمثلوا انا عجبتني ليدي عيط لي شمسو قال لي فوالا هاو لوك شنو نديرو كاميرا كاشي مي فو كاشي حاجه مليحه هنا نبينو بلي فوالا نقدروا نلعبوا نوتر رول نورو كيفاش نقدروا نلعبوا اسكو صح نبانو بلي تخفنا تخلعنا اون في لو سيناريو كوم سا باش ندخلكم معنا في الجو باش نضحكوا شويه رمضان يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه وطوب لما فين تشوفوا الكاميرا المخفيه بلي فلان حكموه ما حكموش ولا هما حكموكم انتوما سونسيتي كاين دي جون ارواح لعبها خاف ونخلصوك وكش ما كان كاميرا كاشي يخلع عليك اي سا جنم با سا سانسيرمون سا ما في انورميمون بليزير سانسيرمون تري بون ايدي عجبتني كاميرا كاشي الوعره خمنا في ان كونسيبت اللي يرضي كامل الناس يعني نديرو حاجة ترفيهية المشاهدة راح يضحك يوما ما نأديوش الفنان ما نأديو الفنان ما نطيحو له من قيمته ما والو الناس تشوفها تضحك سيرتو 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 جبنا الفنانين هذوما كامل باش نديرو كيما يقول لك ماركيني بزاف ديجا كي راكو كبرتو بالفنان سي تري امبورطون ونشكر كاع ليكيب باسكو الفنان واش يحب كي كبروا به باسكو حنا كانت عندنا قدرات الممثلين كانت عندهم قدرات للتمثيل وكاع وما حتى واحد ما فكر في هذه العفسه والله اول واحد يدير لي هذا
تكرمت بزاف في لي تياتر بصح التلفزيون اول مره. الوعرة ما حبش يتوقف عند التكريم ولا رد الاعتبار تاع الفنانين، حبينا تاني نشاركوا الجمهور باش يتحسس معنا ويكون ضحية تاع هاد الكاميرا الكاشي المفبركة. تسمى الببليك هاد الخطرة هو يكون فيكتيم، هو يحس واش موالف، يحس الفنان، الفنان موالف يتقلق يزعف منا، هاد الخطرة الببليك هو اللي لازم يزعف. وإلا زعفوا كان هذاك هو الهدف تاعنا. كيفاش يزعف الببليك؟ ديجا الببليك على بالي بلي من الأول راح يتقلق، خاطر أنا واحد أنا ندير كاميرا كاشي، على بالهم بلي موالف ندير لي فيديو كونتر لي كاميرا كاشي، على بالهم بلي موالف ندير لي فيديو كونتر لا فيولونس. اي شوفوني حاكم كلاش ولا دونك عبالي ما مش راحين يفهموا، هذه حاجه الاولى. اي ابري سا درنا لهم دي سين نبينوا لهم بلي هاد الكاميرا كاشي مخدوم. خلينا اخطاء مقصوده، دي زانديس واخطاء في المونتاج باش المشاهد يتنرفز ويحس بليك هاد الكاميرا كاشي فيها حاجه ماشي نورمال، وما حين يشكوا بلي هاد الكاميرا كاشي مخدومه. ديجا في الحلقه الاولى درنا حاجه كاين كاميرا كاشي تاع حاسبه عمروش، في لابوند انونس درنا اون سيكونس وين تشوف حاسبه عمروش ترمي المروحه تاعها تيريها عليا، مي في الحلقه الاولى جوزنا ان باساج تاع حاسبه عمروش وين ما ترميش هذيك المروحه، تما هنايا الناس يفهموا بلي تورنيناها دو فوا سي با لا ميم بريز، دونك هنايا الناس يبدا يدخلهم الشك. اي كاين ثاني لي ديغيزمون، انايا ما كنتش نديغيزي دي فوا نواطر دي فوا عفسه هنايا برك، دونك هما حين يشكوا اكثر. اون فوا يشك البوبليك تبدا تمشي الهضره، يقوى الحس. وعلى بالي ثاني بلي في لي ريزو سوسيو ما حين يهضروا، على خاطر انا واحد لو كان مانيش هاد الكاميرا كاشي ندير عليها فيديو نقول بلي كيفاش الكاميرا كاشي مخدومه وباينه، و ا سو بوان تما ما فاقوش بلي فقنا لهم سي سا. دونك ان شاء الله يتقلق الببليك يحس واش راه يحس الفنان ثاني، باش فلافا نقولوا له يا مشاهد الكريم هذه هي كاميرا كاشي وحكمناك بالوعره باش نجوزو ان ميساج. سينسيرمون لو كان ما قالوليش بلي اون فا بيجي لو تيلي سبيكتاتور جو مارش با. قول لهم المشاهدين الكرام لما يتفرجوا فينا هما رفيت يتفرجونا على عبر الشاشه ويضحكوا علينا وكانوا يديروا لنا البياج، واليوم ما داروها لناش لينا درناها لكم ليكم. ريم بيجاتكم شو سدين بيجاكم؟ نعاود ناكد لكم بلي لي كاميرا كاشي ماشي غير باش يطيحوا السكر ولا يطلعوا لا طونسيون، قادرين بهاد التورناج بهاد التمثيلية انتوما تضحكوا بلا ما نخلعوا الممثلين. صح على المفهوم تاعها العكس واش كنا نشوفوه، هذه هي. انا المهم نقول لكم يعطيكم الصحة اكل الجماعة من الاول للاخر، وانت اللي راك تشوف معايا يعطيك الصحة. غراس افو اللي قدرنا نجوزو ان ميساج في هاد الكاميرا كاشي، اللي هو احنا كونتر لي كاميرا كاشي اللي فيهم لا فيولونس، كونتر لي كاميرا كاشي اللي يهينوا الفنان، كونتر لي كاميرا كاشي اللي يحبطوا قيمة الفنان. ميرسي بوكو ليكم انتوما، وهذا نهديه لكم تكريم ليكم، يعطيكم الصحة وتهلاو.